السلام عليكم متابعين قناة ديالنا الأوطو الزائر، مرحبا بكم في فيديو جديد مع سيارة جديدة الفيات 500 الإكس بخومي مان موديل 2016، كيلومتراج ضرب 40,000. كما كنلاحظو السيارة باقا نقية العامرة، ديزل فيها جوانت ألمنيوم ديال ديسات، فالزاج كيطلع إلكتريك بربعة، فيها لا كليم، فاست الإرباكات، فيها ريغيلاتور دو ميتو دو فيتيس، فيها رادار دو ريكيل، فيها الفولون كوير. كما كنلاحظو السيارة إيد وحدة باقا نقية العامرة، هذه كنطلبوا فيها لاشونس، ومتنساش تدعموا القناة باش يبقى يوصلكم ديما الجديد على أوطو الزائر، وتصوفش تابونو معنا.